للنساء. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي، يبكي رسول الله. أسألكم يا عرب، رسول الله يبكي؟ مو احنا الرياجيل عندنا عيب واحد يبكي؟ مو كان قديما بالعراق يقولون الرجال ما يبكي الا ان توصل السكينة للعظم؟ زين، هذا رسول الله شايف الذي يبكي وهو سيد الرجال، ليش يبكي رسول الله؟ يبكي على ابنائه وبناته. من اولاده وبناته؟ هو قال انا وعلي ابوا هذه الامه. ابوكم رسول الله يا رياجيل، يا نسوان، ابوك رسول الله. رسول الله ابوكم رجال نساء. يبكي على ابنائه وبناته. ليله المعراج نزل نزق قران، لقد راى من ايات ربه الكبرى. شايف اشياء كبيره كبيره رسول الله. القران يقول نزل السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أبا يا رسول الله ماذا رأيت؟ فبكى رسول الله وبكى لبكائه فاطمة. ليش تبكي يا رسول الله؟ أنا أذكر اثنين، النبي ذكر فئات من الرياجيل والنسوان في نار جهنم، مو من رياجيل ونسوان اليهود والنصارى والصليب، لا لا لا، من أمته. أذكر اثنين أخواتي سبعا. أولا: رأيت امرأة معلقة بشعرها في نار جهنم، فسألت جبرائيل من هذه؟ قال: يا رسول الله، هذه نساء من أمتك، مو من أمة موسى وعيسى، نساء مسلمات من أمتك. الآن بالحرم تشوف بعض النسوان لابسة جواريب ظهر رجلها كله واضح، جواريب خفيفة خفيفة خفيفة. يا أختي إذا ما تدرين حرام،